السؤال: ما هو هذا الموقع؟ هذا الموقع هو عبارة عن تداول، لكن ليس بمفهوم التداول العادي، وإنما يقوم بالتوقع. على سبيل المثال، سوف نتداول على سوق النفط، فإن كنت تتوقع أن سعره سوف يرتفع وقمت بوضع إشارة ارتفاع، فإنك بهذا مبروك، لقد ربحت. لكن قبل كل هذا، سوف أقوم بشرح هذه المنصة وأتطرق إليها بالتفصيل الممل. حتى الآن أنت لم تفهمني جيدا، سوف أبسط إلى أقصى درجة. أولا، سوف نبدأ بعملية التسجيل في هذا الموقع خطوة بخطوة. أول خطوة نبدأ بها هي كيفية التسجيل. سجلنا رابط التسجيل أسفل هذا الفيديو. نقوم بالضغط على ريال أكاونت. نعم، نقوم بإدخال الإيميل الخاص بنا. على سبيل المثال، سوف أقوم بإدخال إيميل خاص بي. بعد ذلك سوف أقوم بإدخال الباسورد. يرجى إدخال باسورد بكلمات غامضة، لهذا لكي يتسنى للجميع الدخول إلى موقعكم ويكون صعب الدخول إليه. تستعملون الحروف الصغيرة، الحروف الكبيرة، الرموز والأرقام. بعد ذلك نقوم بالضغط على Open Account. تأتينا إشارة الصح. بعد ذلك ننتظر، سوف تأتينا واجهة أخرى. بعد ذلك تأتينا هذه الواجهة، كل ما علينا هو الضغط على Next Next ونقوم بغلقها. تأتيكم هذه الواجهة. أول شيء سيكون رصيدكم 0%. هكذا تقولون كيف سنبدأ العمل. لبدء العمل يجب أولا أن تقوموا بتعبئة رصيدكم. تقولون أن هناك مبالغ مالية كبيرة لبدء العمل؟ لا، فإن أقل المبلغ تقومون بإيداعه في هذا الموقع هو $50. تقومون بالبدء بمبلغ $50. عندما تقومون بإيداع مبلغ $50 سوف تصبح $100، لأن الموقع يهدينا بونس كما ترون 100%. على سبيل المثال، قمنا بإيداع $100، فإن هذا الموقع نتحصل على $200 لبدء التداول بها. نعم، $1000، سوف تقومون بالحصول على $2000 كما هو موضح أمامكم. نعم، نحن سوف نبدأ بالعمل $50. نقوم بالصعود. هناك العديد من طرق الدفع كما ترون أمامكم، الفيزا، الماستر كارد وغيرها من البطاقات، كذلك البرفكت موني، بنك النيتلر، سكريل، الويب موني، ويب الكيوي، اليندكس موني وغيرها وغيرها من طرق الدفع. تقولون أن ليس لكم فيزا كارد أو ماستر كارد، يمكنكم أن تقوموا بالدفع عن طريق البرفكت موني. لا يهم إن كان مفعل أو ليس مفعل، المهم أن يكون به مبلغ $50 التي تساعدكم على البدء في هذا العمل. بعد أن تقوموا بالإيداع على سبيل المثال $50، وتقومون هنا باختيار البنك الذي سوف تقومون بالدفع به على سبيل المثال Perfect Money، تقومون بالضغط على Continue، وبهذا سوف يأخذكم إلى عملية الدفع السهلة جدا والتي لا تتطلب شرحنا نهار اليوم. بعد أن تقوموا بشحن رصيدكم هنا ويصبح رصيدكم بمبلغ $50، يعني أقصد يصبح مبلغ $100، لأن كما قلنا المبلغ الموقع يعطينا مبلغ $50 هدية، أي بمعنى 100% بونس. تقولون كيف نبدأ العمل في هذا الموقع؟ سوف نقوم بالتجربة على النسخة الافتراضية أو نسخة ديمو. فكما ترون هذه هي واجهة هذا الموقع، واجهة سهلة جدا. كيفية العمل؟ كل ما عليكم هو أن تتوقعوا إن كان هذا السهم أن سوف يكون صاعدا للفوق أو سيكون نازلا. الآن سوف أشرح لكم العمل في هذا الموقع. ترون هذا السهم يقوم بالصعود والنزول إلى أسفل وإلى فوق، هذا هو مؤشر السعر. سعر، على سبيل المثال نحن نقوم بالتداول في سعر البترول، فإن قام بالصعود فإن سعر البترول هو في حالة ارتفاع، وإن قام بالنزول فإننا في حالة انخفاض. نحن نقوم بالتوقع. هنا الزر الأخضر وهنا الزر الأحمر. الزر الأخضر بمعنى أن نتوقع أن سعر البترول سوف يقوم بالصعود، هنا نتوقع بأنه سوف ينخفض، وهنا نضع المبلغ الذي نود أن نخاطر به. فإن كان على سبيل المثال نقوم بإدخال مبلغ $50 هنا، فإننا سوف نقوم بربح $47. نحن نقوم بإدخال، على سبيل المثال سوف أقول لكم استراتيجية باستبقها سوف تقومون بالربح دائما. كيف يكون ذلك؟ سوف نرى. نلاحظ اقتراب ما بين هنا، ارتفع ارتفع ارتفع، نضع انخفاض هنا. عندما نرى أن ذلك المؤشر قد قام بالصعود فجأة، نقوم نحاول بوضع إشارة انخفاض. لاحظ انخفاض، هكذا هكذا نكون قد ربحنا.
سوف يقوم بالدخول إلى ذلك الشريط. حتى الآن نحن ربحنا 19.30. بما أن ذلك السهم أسفل الخط الذي قمنا بوضع أنه سوف نقوم بالنزول تحته بأن المبلغ سوف ينزل، فإننا بهكذا فإننا ربحنا. حتى الآن نحن ربحنا هكذا، نعم لقد ربحنا، فبمبلغ 10 دولار قمنا بربح مبلغ 19.40 دولار، أي بمعنى 9.40 دولار هامش ربح. انظروا، بمجرد صفقة واحدة على سبيل المثال قمنا بوضع 100 دولار، هكذا عند ربحنا سوف يعطينا 193 دولار. تابع الاستراتيجية التي أعمل بها، عند وصول ذلك السهم إلى أدنى حد نقوم بوضع إشارة صعود، هكذا سوف يصعد ينزل صعود. حتى الآن عندما يقوم بالدخول إلى هذا الشريط، عندما يقوم بالدخول إلى هذا الشريط الأصفر ويكون السهم فوق هذا الخط، فإن بهذلك نقوم قد ربحنا. لقد قام بالدخول إلى الشريط الأصفر، نحن حتى الآن قمنا بربح مبلغ 193 دولار. نعم ربحنا، نعم نعم ربحنا، ما توقعناه كان صحيح، وهنيئا لنا قمنا بربح مبلغ 193 دولار بإيداع مبلغ 100 دولار.